شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية سعادة السيد تشي تشونغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين في وضع حجر الأساس لمبنى سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين. وبهذه المناسبة تقدم معالي وزير الخارجية بخالص التهنئة إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، مشيدا بالعلاقات المتجددة والمتطورة بين البلدين الصديقين، خصوصا بعد الزيارة المثمرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى جمهورية الصين الشعبية، مثنيا معاليه على الدور الرئيسي الذي تقوم به الصين كأحد أعمدة السلام والاستقرار والتنمية في العالم، متطلعا معاليه لمواصلة تنمية العلاقات الثنائية والبناء على ما تحقق خلال الزيارة الملكية ومواصلة العمل من أجل إحلال السلام والأمن في المنطقة والعالم أجمع. من جانبه عرب سعادة السيد تشي تشونغ عن شكره وتقديره لما يحظى به من دعم في مملكة البحرين، معربا عن اعتزاز جمهورية الصين الشعبية بما يجمعهما من علاقات صداقة قوية الداعم ومتعدد المستويات مع مملكة البحرين، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء. العلاقات ما بين مملكة البحرين والصين هي علاقات مثالية وعلاقات متجددة ومتطورة، خصوصا بعد الزيارة الملكية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الصين قبل فترة، وتم بعد هذه الزيارة تحقيق الكثير بين البلدين الصديقين. نحن ننظر إلى الصين كبلد رئيسي في العالم، أحد أهم أعمدة السلام والاستقرار والتنمية في العالم، ونتطلع إلى بناء مواصلة بناء علاقتنا الطيبة والمتنامية معه. تجمعنا علاقة طيبة مع الشقيقة مملكة البحرين، علاقة يزيد عمرها عن 28 سنة، واليوم نشهد إحدى ثمار هذه العلاقة بوضع حجر الأساس لمبنى السفارة الصينية لدى البحرين، تأكيدا منا على رغبتنا الكاملة في توسيع أطر التعاون الدبلوماسي بين بكين والمنامة.